أقول إن هذه الصفحة واضحة. هل لأن الحقيقة هي هذه المجموعة من الإشارات السوداء؟ هل كتبت الثورة الفلسطينية على العدم خدعة على العدم؟ لا يجب أن يغيب عن الأنظار أن نوعا من الرقابة الذاتية يتملكني كلما كتبت عن الفلسطينيين. كل شيء في عالمكم معناه عندي مختلف عنكم. إنني أرجع كل الأمور إلى منظومتي، حيث للأشياء مدلول رهيب. حيث أني لست مؤرخاً أو حافظاً أو أي شيء من هذا القبيل، فإني لم أقم بسرد حياتي إلا لأقص قصة الفلسطينيين. ضع في مكان آمن كل صور الكلام واستعملها، فهي في الصحراء حيث عليك البحث عنها. لا يجب أن يغيب عن الأنظار. ضع في مكان آمن كل صور الكلام واستعملها، فهي في الصحراء حيث عليك البحث عنها. ضع في مكان آمن كل صور الكلام واستعملها، فهي في الصحراء حيث عليك البحث عنها.
الثورة الفلسطينية يسلط علي دائما نوعا من ظلمة الحالكة الخاطفة حيث تنساح الصور المضيئة والملونة الواحدة تطرد الأخرى بشراسة تقريبا. الفلسطينيين
الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين الفلسطينيين التخلص من تاريخ مزيف ومن برجوازية معطرة ومن البؤس البدني والفيزيولوجي ومن استغلال عمق أراضيه، فمن البديهي أنه عليه القيام بثورة وليس بشبه ثورة على الكلمات. بغض النظر عن مولدنا وبينما يكون الانتماء لذلك الشعب بالولادة، فإن ذلك الاختيار يتم بفضل انتماء غير مفكر فيه، ولا يعود ذلك إلى كون العدالة ليس لها قسطها في الانتماء، وإنما لكون هذه العدالة ليس لها، والدفاع عن تلك العشيرة يتحققان نتيجة انجذاب عاطفي، بل ربما نتيجة انجذاب حسي وشهواني. إنني فرنسي، غير أنني كلياً ودون حكم أدافع عن الفلسطينيين.
إنهم محقون فيما يطالبون به ما دمت أحبهم، لكن هل كنت سأحبهم لو أن الظلم لم يصنع منهم شعبا مشردا؟ بين الأفراد لا تعنيني، زيادة على أني أشك أن ثورة لا تمسني لكي تغيرني هي فعلا ثورة. لقد أسست الثورة الفلسطينية أنواعا جديدة من العلاقات التي أحدثت في تغييرا، وبهذا المعنى فإن الثورة الفلسطينية هي ثورة. على الشعب الفلسطيني بأكمله توجيه اهتمامه نحو أرضه الموعودة وشرارات الثورة في العالم العربي، ولكن أشدهم ذكاء أدرك أن علامات الحداثة ليست كامنة في التجذر، شجرة، بيت، صخرة، بل وجب على الشعب الفلسطيني أن يحدث نوعاً من الفراغ شبه الخفي يفصله عن بقية العالم العربي. لقد كان هذا الشعب كوكباً يتشكل وسط هذا السديم، وهكذا وصلنا دون مشقة إلى تشبيه الشعب الفلسطيني بكتلة من المادة في حالة صهر وإذابة تعزل نفسها بفضل دورانها حول نفسها عن قدس من الغبار العربي ولو عزلا طفيفا. عندما يصبح الفلسطينيون أمة مثل باقي الأمم، وقتها لن أكون موجوداً. لقد منع علي أن أقع في حب علي. يربكني جمال جسده ووجهه، لا سيما الشامة بشرته. ولكن ماذا نفعل بالإيديولوجيا أيها الرفيق؟ علي حبي علي Ha 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 ha
Thank you.
الحب والموت، هاتان الكلمتان تتداعيان بسرعة كبيرة عندما تكتب إحداهما على الورق. لقد تحتم علي أن أذهب إلى شتيلة لأدرك بذاءة الحب وبذاءة الموت، فالأجساد في كلتا الحالتين معا لم يعد لها ما تخفيه. وضعة الأجساد، تشنجات العضل، الإشارات، العلامات، وحتى الصمت، كلها تنتمي إلى عالمي الحب والموت. جروه بهذا الحبل عبر الأزقة؟ لا أدري. من ربطه؟ لا أدري. هل رأيته وهو يموت؟ نعم. من قتله؟ لا أدري. الإسرائيليون؟ لا أدري. هل جروه بهذا الحبل عبر الأزقة؟ نعم. من ربطه؟ لا أدري. هل رأيته وهو يموت؟ لا أدري. من قتله؟ الإسرائيليون. لا أدري. كركروب الحبل بين أزناقي. ما نعرفش. شكون ربطه؟ ما نعرفش. ريتمو من يقتلوا فيه؟ إيه. شكون قتله؟ ما نعرفش. الإسرائيليين. ما نعرفش. شكون؟ ما نعرفش. أنت تعرفوا من قبل؟ إيه. ريتمو من يقتلوا فيه؟ إيه. شكون قتله؟ ما نعرفش. الإسرائيليين. ما نعرفش. من شكون؟ ما نعرفش. كركروب الحبل بين أزناقي. ما نعرفش. شكون ربطه؟ ما نعرفش. الإسرائيليين. ما نعرفش. من شكون؟ شكون قتلو؟ الإسرائيليين. تعرفوا أنت من قبل؟ شكون قتلو؟ ريتم هما يقتلوا فيه. شكون قتلو؟ الإسرائيليين. ما أنا شكون قتلو؟ أنت تعرفوا من قبل؟ شكون قتلو؟ الإسرائيليين. ما أنا شكون قتلو؟ شكون قتلو؟ ريتم يكركرو فيه. شكون كركرو؟ الإسرائيليين. ما أنا شكون؟ ما أنا شكون قتلو؟ شكون؟ مرشكون مرشكون هل رأيت كل شيء؟ نعم. وستكتبه؟ نعم. La photographie ne saisit pas les mouches, ni l'odeur blanche et épaisse de la mort. إن الصورة الشمسية لا تلتقط الذباب
ولا رائحة الموت البيضاء والكثيفة. Thank you.
منكر به، بل كان يبدو لي أن جسدي وكياني هما اللذان يبثان تلك الرائحة. لم تكن رائحة الجثث تنبعث من منزل أو من جسد منكر به، بل كان يبدو لي أن جسدي وكياني هما اللذان يبثان تلك الرائحة. لم تكن رائحة الجثث تنبعث من منزل أو من جسد منكر به، بل كان يبدو لي أن جسدي وكياني هما اللذان يبثان تلك الرائحة. لم تكن رائحة الجثث تنبعث من منزل أو من جسد منكر به، بل كان يبدو لي أن جسدي وكياني هما اللذان يبثان تلك الرائحة. لم تكن رائحة الجثث تنبعث من منزل أو من جسد منكل به، بل كان يبدو لي أن جسدي وكياني هما اللذان يبثان تلك الرائحة. لم تكن رائحة الجثث تنبعث من منزل أو من جسد منكل به، بل كان يبدو لي أن جسدي وكياني هما اللذان يبثان تلك الرائحة. لم تكن رائحة الجثث تنبعث من منزل أو من جسد منكر به، بل كان يبدو لي أن جسدي وكياني هما اللذان يبثان تلك الرائحة. لم تكن رائحة الجثث تنبعث من منزل أو من جسد منكر به، بل كان يبدو لي أن جسدي وكياني هما اللذان يبثان تلك الرائحة. لم تكن رائحة الجثث تنبعث من منزل أو من جسد منكر به. Par la puissante odeur de la mort. Tout cela avait-il eu lieu? Tous les fidéines paraissaient légèrement soulevés du sol. C'était quoi? La jeunesse insoucieuse de la mort? Les fidéines ne craignaient rien. Les fidéines ne voulaient pas le pouvoir. Ils avaient la liberté. هل تلك المدينة المهاشمة المحطمة التي رأيتها أو ظننت أنني رأيتها وتجولت فيها وهي محمولة على رائحة الموت القوية كانت بالفعل موجودة؟ إن تحويل وقعت منك يا سلسلة من الكلمات والمعلومات
إنما يفضي إلى ضائعة أخرى لا تبعد أبداً أن الواقعة الأولى التي تجعل منها مدون. فسواء كذبت أو صدقت علي أن أقول أن عيني ونظرتي أنا هي التي رأت ما حسبت أنني أصفه، وأن أذني وبلتان سمعتا، وأن الشكل الذي منحته للحكاية منذ البداية لم يتمثل هدفه أبدا في الإعلام حقا بما كانت الثورة الفاسدية. Thank you.
الحرب.